بيطلع. السلام عليكم. الله يعطيك العافية حجي. الله يعافيك يا رب. بدنا نسألك كم سؤال ممكن حجي؟ تشرف. الله يكرمك يا رب. شايفينك رغم هالحصار هون ما شاء الله عليك مع الشباب على الجبهة عم تحفر وتساعدهم، تحكي لنا عن الأسباب اللي دفعتك لهالشيء. والله هذا واجب كل مسلم قبل كل شيء. السلام عليكم. لازم يعني يحفر يجاهد يطلع، أنا عندي 5 شباب وأنا طالع معهم. الله يقويك. أنا عم بحفر. طالع لوجه الله يعني. الله يقويك يا رب. طيب تحكي لنا عن وضع الحصار هون، الحياة، المعيشة، الوضع بشكل عام يعني. والله تقريبا صرنا هلا شي سنة حصري، ما في لا قمح لا طحين، ما في شيء. عم ناكل خبيزة، سبانخ، ورق شجر، دوالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لنا غير الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو بتوجه رسالة لشباب الأمة القاعدين، لنظام الأسد والمجتمع الدولي؟ والله كلياتنا الله بده يحاسبنا، هي أول نقطة. يعني كل واحد يطلع ساعة، ما قال لك يطلع 24 ساعة، ساعة ساعتين، أنا كل يوم بحفر ساعتين. خليه يطلع ساعة كل يوم، كل واحد يحفر متر، مترين. إيه ويرضى الله مع الجماعة. بس نحن مو مؤمنين بالله، يعني هالشباب للأسف ضعيفين الإيمان قلبه. إيه قاعدين بالشوارع يفصفصوا هالبزر وقاعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. على الجوالات ورسائل وما رسائل. الله يهديه. آمين يا رب. لولا الله يهديه نحن ويرجعوا إلى دينه. آمين يا رب. الله يعطيك العافية يا رب.